يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا ويسعدنا أن نرحب بكم في هذا الحدث العالمي الذي تتشرف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيمه للمرة الثالثة على التوالي، قمة المعرفة 2016 التي تعقد هذا العام تحت عنوان المعرفة الحاضر والمستقبل. Your Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of Dubai. Your Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairman of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation. Your Excellencies, distinguished guests, and ladies and gentlemen, good morning from myself, Riz Khan, and my wonderful Emirati presenter, Ms. Dua Al-Hamadi. It's our honor to welcome you to the Knowledge Summit 2016, organized by the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation on its third successive year, and titled Knowledge, Present and Future. حضورنا الكريم. لطالما كانت دبي وجهة لكل ما هو جديد وفريد وملتقى لرواد الابتكار وأصحاب الفكر المستنير، وذلك بفضل حكمة قادتها وعملهم الدؤوب لتبني كل ما من شأنه إعلاء راية الوطن وأيضا دفع عجلة تقدمه والارتقاء بمكانة دبي العالمية. Now, over the 16 years since I first came to this country and decided pretty much straight away that this is the place I want to call home, I've seen nothing short of a miracle in development and growth. All countries have leaders, but not all countries have leaders with vision, and that's what makes the difference here. It is the vision, determination, and persistence of the UAE's leadership that's made this country what it is today, a world-leading place in which to live, to do business, raise a family, and discover a quality of life that's very hard to find anywhere else. So we've come together for this Knowledge Summit to learn, teach, and share the fruits of the knowledge we've accumulated as we seek a better future for humanity in the present and in the future. كما احتضنت دبي رواد المعرفة من شتى أنحاء العالم، فإنها اليوم تسعى من خلال هذه القمة إلى مشاركة العالم فوائد ومزايا المعرفة وأثرها الهام على حاضر البشرية ومستقبلها. وبناء على ما حققته قمة المعرفة من نجاح كبير في دورتيها السابقتين، فقد لبى دعوتها هذا العام نخبة مرموقة من خيرة المفكرين والأكاديميين والمبتكرين ورواد الأعمال أيضا وصناع القرار من أرجاء المعمورة كافة، يلتقون على مدى أيام القمة الثلاث بهدف مشاركتهم معرفتهم جميعنا، وأيضا الوصول عبر جلساتهم ونقاشاتهم إلى سبل جديدة في التأثير الإيجابي على الواقع الذي نعيشه اليوم وعلى مستقبلنا الكريم. ضيوفنا الكرام، باسم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم نرحب بكم ثانية في قمة المعرفة 2016، ونتمنى لكم جميعا مشاركين وضيوف تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة من خلال مشاركتكم الكريمة في هذا الملتقى المعرفي المميز، فأهلا وسهلا بكم في دبي. نستمع الآن لكلمة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم يلقيها سعادة جمال بن حويرب العضو المنتدب للمؤسسة، فليتفضل مشكورة. So we welcome up the Managing Director of Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation, Mr. Jamal bin Huwairib. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sumo Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sumo Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ashab Al Maali, Al Wuzara, Al Shuyukh, Al Sayyidat, Al Sada. حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعاً في هذا الحدث المعرفي الرائد على مستوى المنطقة، والذي ينطلق اليوم في عامه الثالث وسط حضور ومشاركة نخبة من المبدعين والعقول المفكرة والخبراء والمعنيين بصناعة المعرفة والمستقبل، ليشكل منصة معرفية بارزة تجمع تحت مظلتها المتميزين على مستوى العالم، منصة تجمع المتميزين على مستوى العالم للنقاش وتبادل الخبرات وطرح الرؤى والأفكار واستعراض أفضل الممارسات لتمكين مجتمعاتنا من المضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة
والمساهمة في تعزيز رفاهية ورخاء الشعوب. لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بقيادتها الرشيدة مبكراً أهمية المعرفة والقراءة لبناء مجتمعات مستدامة قادرة على إنتاج ونشر وتوطين المعرفة، فعملت على إطلاق الخطط الاستراتيجية لتحقيق هذه التطلعات والوصول بدولة الإمارات إلى مكانة الريادة في تطبيق المبادرات النوعية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والثقافة. وعززت قيادة الدولة من دعمها للمعرفة والقراءة من خلال إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2016 عاماً للقراءة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2026 من خلاله، والتي تضمنت 30 مبادرة وطنية، إلى جانب إصدار صاحب السمو رئيس الدولة أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية لترسيخ واستدامة القراءة. كما جاء إطلاق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مشروع تحدي القراءة العربي ليكلل مسيرة الإنجازات في مجال المعرفة، ولتحقق المبادرة نتائج باهرة في انطلاقتها الأولى، وتثبت بجدارة أن أمتنا أمة تقرأ وتتعطش كل يوم إلى اكتساب المزيد من المعرفة. فشارك في التحدي أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة من 54 جنسية، وما يزيد على 160,000 طالب من 828 مدرسة في الإمارات، أتموا قراءة 5 ملايين كتاب خلال عام دراسي واحد. السادة الحضور، إن اعتماد هذا النوع من المبادرات الخلاقة التي تؤثر بشكل كبير في عملية صناعة المعرفة وبناء مجتمعات قائمة عليها يتطلب وجود وعي حقيقي لدور عملية استشراف المستقبل في رسم صورة واضحة عن آليات وأدوات تنمية المجتمعات لدى صناع القرار، وتعرف أساليب تحسين صناعة المعرفة وتسخير التكنولوجيا الحديثة بأشكالها كافة لخدمة الشعوب وإسعادها، وهو الأمر الذي حرصت قيادة دولة الإمارات على الاستفادة منه. فوضعت استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل التي تهدف إلى السعي نحو المستقبل وليس انتظاره، فوضعت الخطط الاستباقية لمواجهة تحدياته والاستفادة من الفرص التي سيقدمها على المستويات كافة لتحقيق الازدهار لمجتمعنا والرفاهية لشعبنا. لا شك أن المعرفة ليست بمنأى عن هذه الاستراتيجية، فاستشراف مستقبل المعرفة سيسهم بشكل أكيد في دفع عجلة صناعتها وإنتاجها في منطقتنا العربية. فالمعرفة هي الوقود الحقيقي لنمو وتطور القطاعات الأخرى كافة، كما أنها مصدر القوة والريادة للأمم والطريق الأمثل نحو التنمية المستدامة. ومن هنا تأتي قمة المعرفة 2016 لتسهم ولو بجزء بسيط في هذا النهج من خلال تسليط الضوء على مفهوم الاستشراف واستعراض تجارب الحكومات الناجحة في هذا المجال والتوجهات العالمية المستقبلية التي تشكل مستقبل المعرفة في العالم. كما تأتي القمة هذا العام بمبادرة جديدة من نوعها هي ثمرة جهود طويلة ومتعمقة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي مؤشر القراءة العربي الأول الذي يعد من المبادرات الهامة والهادفة إلى قياس الوضع العربي على خريطة القراءة ومستويات التنمية الثقافية في المنطقة، إلى جانب مواكبة مبادرات المعرفة في المنطقة العربية وتعرف مدى تأثيرها في المجتمعات. وستشهد القمة الإعلان عن نتائج هذا المؤشر بشكل مفصل.
واستكمالاً لما أطلقته قمة المعرفة منذ بدايتها من مشاريع معرفية، ستستعرض دورة هذا العام تحديثات مؤشر المعرفة العربي الذي يشكل أداةً علميةً متخصصة لرصد واقع المعرفة في الوطن العربي مع مراعاة خصوصيات كل دولة، ويزود صناع القرار والخبراء والباحثين بمعلومات دقيقة لدعمهم في رسم الخطط والسياسات السليمة للتنمية، وذلك بعد أن اجتاز مراحل عدة للتقييم والمراجعات خلال الفترة الماضية، وتم التحقق من بياناته وفقاً للمنظمات العالمية المتخصصة في هذا المجال بهدف التأكيد على مصداقيته ومواكبته المعايير العالمية. نأمل أن تستكمل قمة المعرفة 2016 ما حققته من نجاحات خلال دوراتها السابقة، وأن تضع توصيات ومخرجات من شأنها الإسهام في مسيرة بناء مجتمعات قائمة على المعرفة ومتخذة من الإبداع والابتكار ركائز لنهضتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادة جمال بن حويرب العضو المنتدب للمؤسسة على هذه الكلمة. نبقى الآن مع عرض مرئي خاص بهذه المناسبة. متابعة طيبة. Big thanks to His Excellency Mr. Jamal bin Huayrab for the opening there. And we have a special video we've created for the Knowledge Summit. So please watch this. التي تجمع العالم
ينضم إلينا الآن ممثل الدبلوماسية العالمية السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة متلفزة. Although he couldn't be here in person, we're honored to have the support of the United Nations Secretary General Ban Ki-moon, who sent us this special message. Your Highness Sheikh Mohammed Said Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and ruler of Dubai. Your Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairman of Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I am pleased to send my greetings to this Arab Knowledge Summit. I thank the people and government of the United Arab Emirates and extend special thanks to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid. The United Nations deeply appreciates all his work to advance science, creativity, and sustainable development. Access to information and knowledge is critical to prepare youth for the future. This is especially vital as young people claim their rights and seek opportunities for productive employment. I thank you for joining forces at this important gathering to leverage knowledge and to promote development across the region and around the world. Best wishes for a successful summit. حضورنا الكريم، يعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريكاً رئيسياً في إنجاح هذه القمة، ويسرنا الآن الترحيب بالسيدة صوفي دي كاي نائب مدير المكتب الإقليمي لتلقي كلمة البرنامج. With us from the United Nations Development Program is a special guest, the Deputy Assistant Administrator and Deputy Regional Director for the Regional Bureau for Arab States at the UNDP. Please give a warm welcome to Ms. Sophie De Kan. Your Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed Al Maktoum, Your Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed Al Maktoum, Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the Regional Bureau for Arab States of the United Nations Development Program, I am honored to be visiting the United Arab Emirates here in the Emirate of Dubai to participate in this more important knowledge summit. I thank His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum for the vision that brings us all together in support of the advance of knowledge. I would also like to express my appreciation for the support and participation that the United Arab Emirates has provided to UNDP, both for our programs in support of national priorities across the Emirates, as well as our joint work in support of sustainable development across the Arab States region and around the world. Given the theme of our discussions today, I would like to share a special word on the achievements we have made together in the realm of knowledge. For nearly a decade, the UNDP Regional Bureau for Arab States has enjoyed a strong partnership with the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation in support of knowledge. This partnership, inspired in part by the findings of the UNDP Arab Human Development Reports launched in 2002 and 2003, have by now led to an important body of joint work. This includes the publication of 4 major regional analytical reports on critical aspects of knowledge and education. It includes now the creation of a pioneering knowledge index measuring diverse aspects of the knowledge context across countries, the Knowledge for All web platform and mobile app, and as of today, it will also include the Arab Reading Index and an updated Arab Knowledge Index. Together, these streams of work have helped push for reform in education and in knowledge contexts across the region. An issue that is only growing in importance, even as many parts of the region face crucial challenges. Indeed, at UNDP, our view is that continuing to advance on knowledge is of critical importance for the path ahead across the Arab States region. Just over a week ago, the UNDP Regional Bureau for Arab States launched the 6th edition of the Arab Human Development Report focused on youth. The main message of the report is that young people are very capable and ambitious across the region,
but they need more chances to participate effectively across every dimension of development. Reform of education was identified as a key priority. For decades, access to education has expanded, as has literacy. But recent research, including our own with the Bin Rashid Foundation, confirmed that quality needs to be addressed. These messages resonate strongly with the world's new global development framework. Last year, world leaders embraced the 2030 Agenda for Sustainable Development, the world's plan to build a future of peace, prosperity, dignity, and opportunity for all. The agenda is inspiring and is a call for the international community to face challenges together and act in a shared global interest. I would like to call your attention to the Sustainable Development Goal number 4 in particular. Goal 4 emphasizes that education and knowledge are at the core of sustainable development, not only in terms of access, but in terms of quality and relevance of what people are learning. Far too many people across the world are deprived of quality education, or more broadly, the access to knowledge they need to live constructive and creative lives. Basic literacy has improved vastly in many countries, reaching the universal level, but we know that knowledge is about much more than that. Here in the Arab States region, young people in particular have more and more access to information, but we are aware that the quality of information that people have access to is uneven, and that too often there are mismatches between the kind of education received and the demands of an ever-changing economic environment, which the Arab Knowledge Reports have cited as a main driver of the brain drain seen by many Arab countries. Young people across the region have seen much. In many parts of the region, millions of young people have seen more than they should of tragedy and of challenge. Knowledge will be the key moving forward to ensure that many parts of the region are able to regain a solid footing and that tolerance, peace, and productivity will be the cornerstones of a sustainable future ahead. With this in mind, at the UNDP Regional Bureau for Arab States, we stand ready to redouble our commitment to supporting knowledge as a pillar of sustainable development across the Arab states. As we see today, we are not alone. We are thankful to partner with the Mohammed bin Rashid Foundation, the UAE more broadly, and all others represented here today in the pursuit of knowledge for a brighter future for all. Thank you very much. شكرا السيدة صفديكاي نائب مدير المكتب الإقليمي على هذه الكلمة الطيبة. لا أحد يعرف أهمية استثمار المعرفة أكثر من صناع القرار، وضيف الشرف التي تسرنا مشاركته اليوم هو أحد الذين تولوا مسؤولية قرارات كبيرة جدا على مستوى بلده وأيضا العالم. نرحب بمعالي السيد توني أبوت رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق. Our guest of honor at the Knowledge Summit 2016 is someone who also understands the challenges of leadership and the value of knowledge. So please give a warm welcome to the former Prime Minister of Australia, Tony Abbott. Welcome. Your Highnesses, distinguished guests, ladies and gentlemen. For years, knowledgeable friends had been urging me to visit Dubai. When I arrived here for the first time in 2010, it was night. And I left before dawn. But even in the dark, the scale of what was happening was obvious. What had been, just 40 years earlier, a sleepy, dusty outpost had been transformed into a wonder of the modern world. But Dubai wasn't just an Aladdin's cave of wealth. At least by the standards of the Middle East, Dubai was free. You could worship in a Christian church, drink alcohol in an international hotel, and even wear a bikini on a local beach. In short, the contrast between Dubai and so many other parts of the Middle East could not have been more stark. In fact, the UAE was the perfect antidote
to any notion that the Arab world was doomed to medievalism or fundamentalism. And a large part of the UAE's success, I'm sure, has been your focus on education and application, which this foundation embodies. So I congratulate Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Emirati government, and all its people for your wonderful achievement. And I hope and I pray that your example will be compelling throughout this entire region. I hope that the rulers of Iran might look across the Gulf and ask themselves why some states with oil and gas are advanced, while others with natural wealth remain backward. I hope that those wishing death to the infidel might look to the Emirates and appreciate that decent Muslims can live harmoniously with people of other faiths. And I hope that political scientists everywhere might look to the successful Arab states and reassess the role of monarchy in holding together countries with a complex mix of clan and faith. I know that my own country, Australia, does look to the UAE as a strong economic and military partner and as a like-minded friend in a changing and a challenging world. Not so far away, in Yemen, in Libya, and most viciously in Syria and northern Iraq, we see the utter depravity to which people can sink. Not since the Middle Ages has such cruelty been not only practiced, but revelled in. It's good that the military campaign against the Daesh death cult, as I've called it, is steadily gaining ground. But what's needed is not just a military victory, but an intellectual and spiritual conversion. Nothing less than the religious revolution that Egypt's President El-Sisi has so courageously called for at Al-Azhar University. So gatherings like this knowledge summit are vital if our world is to know the peace and prosperity that all aspire to. At gatherings like this, what humanity has in common becomes more obvious, and we better appreciate that what unites us is far more important than anything that divides us. We do indeed build those bridges of communication and understanding that your foundation seeks. That's why it's such an honour to be here and to contribute to your deliberations. May God bless them, and may God bless us all. A big thank you, Mr. Tony Abbott. And hopefully you'll have more time to spend this time in Dubai as well. Well, here at the Knowledge Summit 2016, we're about to discover the results of a poll conducted by the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation and the UNDP, which canvassed more than 50,000 people from all Arab countries to determine the status of reading in the region. حضورنا الكريم، الإعلام هو ربما الوسيلة الأهم لإيصال المعرفة. معنا اليوم أحد أبرز رجال هذا المجال، السيد تركي الدخيل، المدير العام لقناة العربية في دبي ليعلن نتائج مؤشر القراءة، فليتفضل مشكورة. So, to tell us the outcome of the Arab Reading Index, we're pleased to welcome the General Manager of Al Arabiya Television News Network in Dubai, Mr. Tركي الدخيل. أهلاً وسهلاً بك. صباحكم الله بالخير. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة الحفل الكريم. نسمع كثيراً خلال تلك الأيام عن أن هناك مشكلة في الوطن العربي اسمها أزمة القراءة، أو إعاقة قرائية، أو التصحر الثقافي، وهناك كتابات كثيرة أخذت الأمر على أنه من المسلمات وكتبت في أسباب الأزمة والمعوقات. تعتمد هذه الدراسات على مجموعة من الأرقام
مثل أن العرب يقرؤون 6 دقائق سنوياً، أو أن العرب يقرؤون ربع صفحة سنوياً، أو أن الطفل العربي لا يقرأ بتاتاً. وبالتدقيق في هذه الأرقام والمبنية عليها كل الآراء عن وجود مشكلة في القراءة، تبين وجود العديد من المشاكل العلمية في هذه الدراسات. لذلك قررت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة من خلال خبراء مشروع المعرفة العربي دراسة وضع القراءة في المنطقة العربية. كانت الطريقة تقوم على عمل دراسة عن كل الأرقام المتداولة عن وضع القراءة، وإجراء استبيان على الطلاب وغير الطلاب من المواطنين العرب لمعرفة وضعية القراءة في العالم العربي. ماذا عن الأرقام المتداولة؟ الأرقام المتداولة كلها غير موثقة. 6 دقائق وربع صفحة للطفل العربي الذي يقرأ 7 دقائق ليس أكثر، وأن كل 80 مواطن عربي يقرؤون كتاباً. كما أن المنظمات الدولية تبرأت من كل هذه الأرقام والإحصائيات. من خلال الدراسة عمل مسح للمبادرات الموجودة والمتعلقة بالقراءة، ومن أمثلتها مبادرة تحدي القراءة، وهي الأكبر في التاريخ المعاصر، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير في نتائج مؤشر القراءة مستقبلاً. أما الاستبيان فقد كان المخطط أن يشارك فيه حوالي 20,000 مواطن عربي، لكن الواقع أن الذين شاركوا فيه حوالي 148,000 مواطن عربي من كل الدول العربية، وهذا الرقم هو الأضخم على مستوى العالم. أصبح لدينا من مزايا الاستبيان ثروة من البيانات لا تخبرنا فقط عن عدد الدقائق والكتب، بل وماذا يقرأ العربي وكيف يقرأ وبأي لغة، وأيضاً ما رأي الذين أجري عليهم الاستبيان في مدى توفر بيانات وبيئات تشجع على القراءة في المنزل والمؤسسات التعليمية وكافة مناحي المجتمع. لم يكتفي أيها السيدات والسادة الاستبيان بذلك فقط، بل لقد سأل أيضاً عن اتجاهات ودوافع المشاركين للقراءة. ما هي النتائج؟ إن مشاركة 148,000 في الاستبيان هي نتيجة بحد ذاتها، كما أن المتوسط العربي لعدد ساعات القراءة سنوياً 35 ساعة تقريباً، و15 ساعة قراءة في مجالات ذات صلة بالدراسة أو العمل، و20 ساعة خارج الدراسة أو العمل. كما أن المتوسط العربي لعدد الكتب المقروءة سنوياً 16 كتاباً، منها تقريباً 7 كتب ذات صلة بالدراسة أو العمل، و9 ساعات خارج الدراسة أو العمل. كما أن القراءة الإلكترونية تتفوق على القراءة الورقية. ماذا يقرؤون ورقياً؟ الجواب: يقرؤون الكتب العلمية، ثم الروايات، ثم المجلات المتخصصة، ثم الصحف والقصص المصورة. ماذا يقرؤون إلكترونياً؟ والجواب أن القراءة تبدأ بقراءة الشبكات الاجتماعية، ثم الإخبارية، ثم الكتب الإلكترونية، فالمدونات والشبكات المهنية. والختام: إننا نرجو يا أصحاب السمو والمعالي والسعادة، نرجو من فريق الخبراء في مشروع المعرفة العربي الاستمرار في نشر دراسات معمقة وتحليلية لكافة النتائج ونشرها على كل الدول العربية، والاستمرار في إجراء هذه الدراسة كل عام، حتى لا نترك فرصة لأرقام دخيلة تسيطر على آراء المثقفين وتعطي صورة متشائمة عن واقع القراءة العربي. هذا المؤشر هو الأول من نوعه في العالم، وهو موثق بعدد ضخم من المشاركين في الاستبيان، وقيمته ليس في دقته ومهنيته العالية فقط،
لكن أيضا في أنه أجاب بكل موضوعية وبساطة عن السؤال اللغز: هل أمة اقرأ تقرأ؟ والجواب: نعم تقرأ وستظل تقرأ بإذن الله. شكرا لكم. شكرا السيد تركي الدخيل المدير العام لقناة العربية في دبي. أما الآن حان موعد الإعلان عن الفائز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، فليتفضل سعادة جمال بن حويرب إلى المنصة لإعلان النتائج مشكورة. It's now time to announce the winners of the Muhammad bin Rashid Al Maktoum Knowledge Awards, and for that we ask His Excellency Mr. Jamal bin Huwairib to come up. سيدات والسادة، لقد حرصت قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ ثقافة المعرفة في المجتمع وجعلها محوراً أساسياً في الخطط والاستراتيجيات التنموية لمختلف القطاعات، الأمر الذي جعل من دولتنا بيئةً منتجةً للإبداع والابتكار وحاضنةً للمواهب والمتميزين في كافة المجالات. جاءت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الهادفة إلى المحافظة على المنجزات الفكرية والإبداعية من خلال تكريم أصحاب الإنجازات العالمية والإسهامات الواضحة في مجالات إنتاج ونشر المعرفة، لتحفز جهود المبدعين وتدعم تقدمهم وسعيهم الدائم نحو الريادة، وتعكس كذلك حرص إمارة دبي وقيادتها الرشيدة على خلق بيئة تنافسية ترسخ الابتكار والإبداع ثقافة بين أفرادها في سبيل تطوير مسارات نقل ونشر المعرفة واعتمادها قواعد أساسية للنماء والرخاء في العالم. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لقيادتنا الغالية على دعمها المتواصل واللامحدود لكل ما من شأنه أن يعزز مسارات نشر وإنتاج المعرفة ويؤكد تميز دولتنا وتفوقها بين الأمم في ترسيخ الابتكار والإبداع في جميع المجالات. الآن مع تكريم الفائزين إن شاء الله. نتشرف الآن بدعوة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لتسليم الجوائز للفائزين، فليتفضلا مشكورين. So we welcome to the stage His Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, who's the Chairman of the Board of Trustees of the Knowledge Awards. اسمحوا لنا الآن بالإعلان عن الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. Excellencies, ladies and gentlemen, it gives us great pleasure to announce the winners of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Awards for 2016. حصد جائزة المعرفة لعام 2016 كل من ميليندا جيتس الرئيس المشارك في مؤسسة بيل وميليندا جيتس، ويتسلم الجائزة عنها حسن الدملوتشي رئيس علاقات الشرق الأوسط لدى مؤسسة بيل وميليندا جيتس، فليتفضل مشكورة. Announcing the winners, Melinda Gates, co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, and the award will be collected by Mr. Hassan Al-Damlouji, head of the Middle East Relations for Bill and Melinda Gates Foundation. شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر، ويتسلم الجائزة عنها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة مصدر. The next winner is Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company, and His Excellency Dr. Sultan Ahmed Al-Jaber, UAE Minister of State and Chairman of Masdar, is accepting the award. مؤسسة الفكر العربي التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ويتسلم الجائزة عنها صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي. And the third winner, the Arab Thought Foundation, chaired by His Royal Highness Prince Khalid Al-Faisal and His Royal Highness Prince Bandar bin Khalid Al-Faisal bin Abdul Aziz, chair of the board of the Arab Thought Foundation, accepts the award.
نشكرهم جميعاً، ذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في تأسيس منصات ومؤسسات تعليمية ومعرفية على مستوى العالم، كان لها أثر بالغ في تعزيز مجالات المعرفة البشرية والمساهمة في البحث العلمي وإنتاج ونشر المعرفة. الآن ندعو الفائزين لأخذ صورة جماعية مع أصحاب السمو. The award is our way of recognizing the winners' outstanding efforts in establishing educational platforms and institutions around the world and their consequent role in promoting knowledge and supporting scientific research. Please, a big round of applause to the winners. نشكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لوجودهم وتشريفهم حفلنا هذا قمة المعرفة العام 2016. شكرا لكم. Thank you, Your Highnesses, for joining us and presenting the awards. We thank their Highnesses for joining us. And as we start to wrap up here, I'm going to ask you to stand for just a moment as they leave. Well, Excellencies, ladies and gentlemen, as we wrap up the opening ceremony, I'm going to ask for a little indulgence from our crew and see if they have some pictures that I managed to find a little while back, just a handful of them, which I'd love to share with you as we look at the idea of knowledge and what it can do. So I don't know if we have, here we go. So around the time I was born, this is what Dubai Airport looked like. So I think those of you who flew in probably didn't find it quite like that. It was very different. But as you look through these pictures, this is the view you would have seen about 40 years ago. No speed cameras yet. And that's around the time in the mid-2000s as the construction really started to build up. All in progress there, the marina in progress. And then look at this spectacular view of the marina more recently. This is more like Dubai today, as you see, all the changes. And then this fascinating picture here that even the fog can't keep Dubai down. Well, ladies and gentlemen, thank you very much for coming for the opening ceremony. We have three wonderful days of inspiring discussions and talks as we come. As we wrap up the Knowledge Summit 2016 opening ceremony, please see this special video we created and then join us for all the discussions and debate. My big thank you to my co-presenter, Ms. Dua Al-Hamadi, for doing her wonderful work as usual, and we'll see you during the sessions. Thank you. Watch this video. حينما تتخطى طموحاتنا حواجز حاضرنا، هنا يبدأ مستقبلنا. نسعى لنصبح أقوى وأسرع، ونصبو إلى ما هو أعلى وأبعد. نواجه بأفكارنا المبدعة كل التحديات. ونتطلع إلى آفاق من الإنجازات. نجتمع ونعمل لعالم أفضل. لنصل إلى قمة إنسانيتنا بقمة معرفتنا. قمة المعرفة 2016، المعرفة الحاضر والمستقبل.